بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله شواطنا متواصلة في مساء هذا اليوم في الصندوق اللي مدعوم من سالم بسهيل بقمشة العامري الخاص لأهل الساد. نسير مع اللي قاد المسيرة، قادة المسيرة. هذا شوط مخصص للأبكار، الأشواط الأولى ذهبت لمالك هذا الشعار حمد بسهيل بالحطم. قدم مهمة وقدم همام ويأتي بسيوف وتسيطر على المركز الأول منذ البداية، وعلى ما أعتقد الشوط الثالث الهاترك والعلم عند الله تعالى مع سيوف اللي استلمت القيادة بالشكل بالعرض بالشعار، سيطرت على المركز الأول السيطرة التامة، والمنافسين لهم حق في المنافسة ولهم حق في المعركة حتى اللحظات الأخيرة. أما في المركز الثاني لأجود بن عويض الكربي من شعارها واسمها راهية، واسمها راهية. إذا وصلنا للمركز الثالث نجد شعار بن عبدات على ظهر شواهين سعيد بن سالمين بن عبدات الكثيري من ياتي بشواهين على المركز الثالث. وين الرابعة؟ الرابعة الرابعة بنفس الشعار لسعيد بن سالمين بن عبدات الكثيري. أما في المركز الخامس، المركز الخامس 42 بشوف الخليفة بن عوض بالكيلة العامري، لكن اسم جديد دخول من جبارة، جبارة علي بن محمد بن سودين، لكن راحت سيوف، سيوف راحت بالشوط، سيوف ما بتخرب الظن، سيوف ما بتضيع الهزرة، سيطرة تامة. لكن هني بن عبدات انت تريد وانا اريد والله يفعل ما يريد، وسيوف وسيوف خلاص راح بالحطم. يا ذكر الله وتبارك الله، سير 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 يا بالحطم. شوف اللي بتتابع، ما شاء الله تبارك الرحمن، هذه راحت كاس بإذن الله تعالى. اللهم زيد وبارك، اللهم صلي وسلم على النبي، عيني عليك باردة وعين الجمهور. وهذه سيوف تسجل الهاترك بكل قوة بكل قوة، الشكل والملامح واضحة وضوح، شمس مساء هذا اليوم. تهانينا والناموس لحمد بسهيل بالحطم العامري. الثانية سعيد بن عبدات الكثيري، الثالثة لسعيد بن عبدات الكثيري. ما قصرن يا بن عبدات، لكن سيوف حطت التوقيت، انزلت على التوقيت ما شاء الله. كم توقيت الصعوب يا اخواني، 22 و 21 الشوطين اللي فاتن، ولكن سيوف تسجل دقيقتين و16 ثانية. تهانينا الحمد بن سهيل بالحطم العامري، دقيقتين و16 ثانية، توقيت مميز للغاية بالنسبة للصعوب.